تتكلم في أهلي وزمالك وعارف المباراة دي خارج مصر، وطبعا الصوره بتاعتنا لازم تكون صوره كامله. المدرجات التذاكر زي ما انت عارف نفذت عن اخرها، زي ما اعلن الجانب السعودي. ف وسائل السوشيال ميديا سربت ده الكابتن كريم اللي هيحكم المباراه، يطلع مثلا النادي الاهلي لا مش عاوزين الكابتن كريم، طب الكابتن ايهاب اللي هيحكم المباراه، يطلع جمهور الزمالك لا مش عاوزين الكابتن. فاصبحنا في تشكيك. لا انا في الحاله دي انقى بحكامي اللي انا احطهم في موضع شك، ولا انا احطهم تحت ضغط من الجماهير هنا او هنا، خصوصا ان المباراه بتقام خارج مصر ولازم الصوره تكون مكتمله. فده كانت الرؤيه في الاخر باتصالات من جانب الاتحاد المصري وبمندوب من النادي الاهلي زي ما انا عرفته، مندوب من نادي الزمالك ومندوب من وزاره الشباب والرياضه، وكان في الاخر الجميع اجمع على ان الاستعانه بطاقم تحكيم اجنبي لهذه المباراه. عارف يا دكتور ايهاب، بعد اذن حضرتك وانا بكن ليك كثير وكثير وكثير من الاحترام، بس انا مختلف مع اتحاد الكوره ومختلف مع راي حضرتك، عشان لو عندنا ثقه في حكامنا المصريين يحكموا طبقا لاي ظروف، واحنا ندعم ونساند الحكم المصري. وهذه المناسبه السعيده، نهائي كاس مصر وكل هذه الامكانيات وكل هذه الانجازات او الشغل المحترم اللي عمله حكامنا المصريين في كاس الامم الافريقيه الاخيره، وزي ما حضرتك قلت بعد ما هم تالقوا في كل المباريات الدوليه اللي قدروها، لا انا اثق في حكامي. حتى لو شفت كلام جماهيري او كلام من الانديه، لا انا حكامي هيشتغلوا كويس، خاصه ان احنا كمان بقى في دلوقتي وسيله مساعده الفار. يمكن زمان لما كانوا بيجيبوا حكام اجانب يقول لك اصل لو غلط غلطه مش هتتشاف ومش هتتعاد تاني وخلاص هيشيلها، لكن دلوقتي بقى في وسيله مساعده. فالليله الحلوه دي في رايي كانت محتاجه كمان حكام مصريين بعد اللي عملوه في الفتره الاخيره، وعشان انتوا كمان انتوا كاتحاد كوره الحالي انتوا اللي اديتوهم الدعم الكامل الفتره اللي فاتت دي، وبسبب الدعم الكامل دوت ظهروا بشكل رائع جدا في كاس الامم الافريقيه الاخيره. خليني اقول لك انا والله ما انا مختلف معاك اطلاقا، كل كلمه انا ايدك فيها، يعني شو بقول لك ان كل كلمه حضرتك قلتها صحيحه وانا ايدك فيها، لكن لما يكون في الاخر اجماع على ان الامر ده ممكن يقول الى شيء يبقى عكس اللي احنا بنتوقعه واللي احنا بنتمناه، فكان القرار في النهايه لا انا بنقى بحكامي عن هذا المعترك عشان نظل في نفس الثقه اللي هم موجودين فما يحصلش فيها اي هذا. لكن انا معاك ان التابلو الجميل ده كله كان يزينه وجود حكم مصر، معاك تماما عشان تكتمل الصوره. صحيح. الصوره مش هتبقى مكتمله بوجود طاقم حكام اجنبي، انا معاك تماما فيها، لكن ده مش عدم ثقه في حكامنا، لكن زي ما انا قلت لك كان بعد التشاور عشان ابعد حكامي عن اي ضغط او اي خطا يحدث يقول بذلك تبعياته الى الهزه والتراجع في الحكام.